نعم. أخونا يقول بارك الله في شيخنا وسدده وأعانه، سؤالي ما هي النوايا التي ينويها صاحب المكتبة في مكتبته؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، أنا أتوقع أنه صاحب السؤال يريد يعني ماذا يمكن أن ينوي الإنسان لما يبدأ يكون مكتبة وشيء كذا. أنا هذا أتصور ولا لا؟ لأنه ما أتصور واحد بعد ما انتهى من مكتبة إيش نيته بعد ذلك. هذا سبق ترى معنا الإجابة عنه. طبعا لا شك أنه ترى تكوين المكتبة واقتناء الكتب هذا من الأعمال الصالحة، ولهذا يراعي فيها الإنسان ما يرضي الله عز وجل من ناحية نوعية ما ينتقي من الكتب، ويعتبر نفسه هو نفسه حافظا للتراث أو للتراث العلمي للأمة، لأن تكوين المكتبة ولو صغرت هذا نوع من حفظ المجال العلمي الكتب العلمية للأمة. وكم من المكتبات ولو صغرت أحيانا بعضها قراطيس معينة في التاريخ شاهد على ذلك، وجدت نسخ لكتب نادرة جدا لا يعرف لها مكان في العالم إلا عند بعض الأسر، قطع معينة وأفراد تناقلوها جيلا عن جيل وبقيت هي المحفوظة لهم. فهو من أسباب حفظ العلم اللي هو تناقل الكتب. الآن بعض الطبعات النادرة حتى المكتبات العامة ما توجد فيها، لكن تجدها في المكتبات الشخصية أو الفردية وشيء من ذلك. فكل إنسان يريد بها ينوي بها حفظ العلم أو حفظ التراث العلمي ترى هذا نية صالحة. وأيضا ما يبذل في شراء الكتب من المال ترى ينبغي فيه الاحتساب، لأنه مما يبذل في العلم أيضا، وهذا ينبغي فيه الاحتساب، وهذا كله من النوايا الصالحة. رفع الجهل عن نفسه أو عن أهله أو عن من سوف يستفيد منها سواء في حال حياته أو بعد مماته، هذه من النوايا الصالحة كذلك. طبعا هذا نحن نقول ينوي بذلك سواء هو فعلا استفاد منها فعليا أو لا. يعني ربما لو قال قائل أنا لست بطالب علم، هل أكون مكتبة؟ الجواب نعم، لأنه ليس من شرط تكوين المكتبة أو شراء الكتب العلمية الشرعية المفيدة النافعة أن يكون هو نفسه ذات خلفية شرعية في طلب علم بحيث يفهم هذه الكتب التي يشتريها، ليس كذلك. يكفي في الباب أن يكون عارفا بأن ما يشتريه هو من الكتب النافعة. وبعض الكتب سيارة معروفة يحتاج سير بكثير، الكتب الستة وغيرها معروفة يعني نافعة ما يحتاج يسأل عنهم، لكن بعض الكتب أخرى يحتاج يسأل عنها، يسأل عن فقط الطبعات يعني كتب مشهورة يسأل عن طبعاتها يعني. طبعا من النوايا الصالحة أيضا أن ينوي أن هناك من سينتفع بعده بها، ترى هذا هو النقطة الأولى. النقطة الأولى هو اشتراها ثم تبقى بعده، سواء فيما بعد أوقفها حال حياته أو أوصى بوقفها بعد مماته، أو هو أهدى منها شيئا لحم طلبة علم أو أي شيء مثل أي نفع من أنواع النفع. طبعا لو الورثة إن بقيت لهم وأخذوها ثم باعوها أيضا انتفعوا بمالها يعني العائد عليها، لكن إذا باعوها ذهبت ترى النفع لمن سيستفيد بعد ذلك في القراءة أو شيء من ذلك. المقصود أن النوايا الصالحة لاقتناء المكتبة أو لاقتناء الكتب الشرعية كثيرة جدا. يكفي فيها أن الإنسان يحتسب أن يبذل المال فيما ينفع في آخرته وفي دنيا أيضا، ويعول في ذلك يدعو الله عز وجل أن ينفعه هو بها أولا أو ينفع بها ذريته ومن معه. زد على ذلك من الأشياء الطيبة لو نوى بها أن تكون بركة في بيته، ممتاز، فإن لها بركة هذه العلوم الشرعية والكتب هي حافظة لها، فوجودها بركة في البيت أيضا، هذا خير من وجود الأثاث كلها الذي في البيت أصلا، وهي من أعظم أثاث البيت. لو إنسان طبعا في نوايا ثانية بعض مجعلها زينة وشيء من ذلك، طبعا هذه نوايا خارج عن المألوف. لأن حدثني من قال أنه صار يشترى لأجل الزينة، خاصة لما صار تطلع العناوين لوحة كاملة صار تجمل بها المجالس كلوحة كذا جميلة يعني الكتاب، وإن كان يشترى لأجل أنه قطعة أثاث تجميلية مثل أي قطعة من القطع الأثاثية المعروفة التي تباع في الأنتيكة وغيرها يعني. فالمقصود أنه هذا نادى خارج عن المألوف. الوضع الطبيعي أن يشتريها ينوي بها الانتفاع، ينفع بها غيره، تكون بركة في البيت، لعل الله ينفع بها من قام أسرته. أنا أذكر والدي الله يرحمه لما اشترى المكتبات، والدي من عامة الناس يعني هو يقرأ ويكتب لأنه ما له في العلم الشرعي عشر، مع محبته للدين والتدين ومحبته للمحاضرات، لكنه في حالة قراءة الكتب لا مثل عامة الناس لا يعرفون ما بداخلها، دع المحبة الدينية والتدين الشخصي. فهو لما سمع أحد الخطباء يذكر أن هناك كتب مهمة ولابد، فذهب وقال له اكتب لي مباشرة، اكتب لي إيش الكتب المهمة اللي لابد تكون عنده. ولأن الخطيبة كان شافعيا
كتب له كتب الشافعية المعروفة ممتازة ما في إشكال، يعني كتب له التفسير بكثير، المجموع للنووي، فتح الباري الحافظ بن حجر، الترغيب والترهيب للمنذري، تخيل هذه كلها شافعية طبعا شافعية، وانت ماشي على الطريقة، الأم للشافعي تخيل، وهذا مجموعة من الكتب، وراح وكتبها له بهذا العناوين كذا. فلما ذهب إلى المدينة المنورة، طبعا في مجدنا ما كان يعرف مكتبات، هذا كلام قديم أتكلم عن قبل 60 سنة تقريبا. فلما ذهب المدينة، المدينة حول المسجد النبوي كان المكتبات موجودة، ذهب لوحة المكتبة قال أعطيني هذه، فهو فعلا أعطاه إياها، كانت متوفرة كله، أما تصوير طبعات بولاق، تصويرها تصوير البولاقيات كلها بولاقيات تقريبا، أو من الذي لم يطبع في بولاق كانت تصوير طبعات الأولى يعني، بس كلها مصورات طبعا. والله جابها للبيت، اشترى لها دولاب محترم ممتاز وحطها، ولك الله ما أدري فيها فعلا، لكن كان يقول لنا دائما أنا اشتريتها لكم، اما نحن يعني الله يفتح علينا في الدكاكين. الله يخليه ويرحمه. وفعلا نحن كنا صغار يعني، ابي كان يخاطبنا الله يرحمه بهذا الكلام، ونحن لسه في الاول في اولى وابتدائي يعني، عمره 7 سنين 6 8 كذا، قلت ترى هذه لكم، نحن ما نعرف ايش فيها، لكن ان شاء الله انتم تدرسون تعلموا وتعرفوا ايش فيها. وبهذه الطريقه سبحان الله فعلا، شوف وجود المكتبه في البيت لها اثر تربوي نفسي على الذريه، وعلى ترى عظيم ليس بالسهل، منها خلق الألفة، بتعرف ما تنفر من منظر الكتب. وفعلا سبحان الله مع أيام نفتح نجي يعني نتجاسر على صغر دينا ونفتح، يعني لولا ما فيها إلى شم الرائحة والنظر إلى الشيء القديم هذا وقراءة بعض الأشياء يعني ما نفهمها صح ما ندركها، لكنه هو التجربة طيب شيئا شيئا، بعدين الحمد لله الإنسان مهما كلما كبر كبر ميزانه العقلي وإدراكه يكبر معه، فإذا اشتغل بالعلم فتح الله عليه في فهم هذه المطولات طبعا. وهي لا زالت بعضها إلى الآن معنا يعني، معي إلى الآن هذه موجودة المصورات يعني، وين كان يعني جد بدائل عنها كثير ممتازة الله يغفر له ويرحمه. المقصود أن النوايا ينوي بها الإنسان خيرا، ولا يستخسر شراء الكتب واقتناءه وتكوين مكتبة في البيت لأجل أنه لن يقرأ أو ماذا يعني أو كيف ينتفع بها، لا. ولهذا نعرف من الناس من يشتريها هذه الكتب ويقتنيها لأنه من أهل اليسار ومن أهل الغناء، فهو يشتريها لأجل القدرة عليها وليس لأجل أنه يستطيع الانتفاع بها، وهذا طيب. وهو يقول أحيانا ما قد أوقفها أو ينوي بشراها من الأصل، يجمع ثم يوقف، ممتاز، هذه نية صالحة أيضا، ونسأل الله التوفيق للجميع.